أشارك في القاهرة. شرفني جدا المشاركة وياهم. شاركنا في كولكشن رمضان، سوينا كونسبت مختلف، كل عباية حطينا فيها مجوهرات عشان يكون شيء يعني أول مرة نشتغل فيه. طبعا استخدمنا بعد الرسم على الأقمشة، وهذا كونسبت بعد من قبل إحنا استخدمناه بس الحين مواصلين فيه. إن شاء الله يكون يعجبكم الكولكشن. الألوان الأوت أوف وايت والأحمر العنابي والفوشي والأزرق، بس ما بقول كل الأشياء بس عشان يكون مفاجأة. عينك على العالم.